نعنى بجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي بتقدير واحتفاء بالتربويين المتميزين في الميدان التربوي. فتأسست الجمعية بإرادة ملكية سامية عام 2005 لتكون الجهة الوطنية المعنية بنشر وتعميق ثقافة التميز التربوي من خلال تسليط الضوء على أولئك التربويين وإنجازاتهم وقدراتهم الإبداعية وإصرارهم في توفير بيئة تعليمية أفضل لأبنائنا وبناتنا الطلبة. بالتأكيد بتميز الأردن باهتمام ملكي بإبراز مكانة المعلم من خلال إطلاق العديد من الجوائز التميز التربوي اللي بتهدف لتحفيز المعلمين والمدراء والمرشدين التربويين لمزيد من العطاء والاحتفاء بدورهم في نهضة التعليم. وبدورنا ندعو المجتمع الأردني بمختلف قطاعاته بالاحتفاء بيوم المعلم العالمي انطلاقاً من إيماننا العميق بدور المعلم ببناء وتمكين جيل المستقبل. عكفت الوزارة على منح الفائزين بالجائزة فرصاً للمشاركة بجميع البرامج والمشاريع التي تطرحها الوزارة من دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات تعليمية متخصصة، إضافة إلى تحسين مسارهم الوظيفي من خلال منحهم رتباً أعلى في نظام الرتب ومنحهم أولوية ونقاطاً إضافية في كل ترقية يتقدمون إليها، كما تتاح لهم فرصة المساهمة في تطوير المناهج والبرامج التعليمية. أطلقت مشروع القيم، قيم مسؤوليتي، غرست القيم عن طريق فريق كامل من المعلمين بدعم من الإدارة من المجتمع المحلي من خلال إحياء القيم الوطنية والقيم الأخلاقية اللي الآن إحنا بطلابنا نحتاجها وبمجتمعنا. الحمد لله فزت بالمركز الأول، وكان توفيق من رب العالمين وبركة دعاء الوالدين واجتهاد متواصل عبر 15 سنة. الحمد لله تكلل بالفوز والنجاح، وإن شاء الله مستمرين على هذا النهج. نحن اليوم نتواجد هنا وبفضل الله تم تكريمنا من جلالة الملكة رانيا العبدالله حفظها الله بالمديرية التي فازت على مستوى الإقليم، مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد، وحصلنا على شهادة تقدير. وهذه الشهادة لم تأتي من فراغ بل من جهد قامت به مديرية التربية والتعليم في قصبة إربد للحفاظ على نشر ثقافة التميز والاستمرار بالمشاركة في هذه الجائزة. الحمد لله، يعني كان هو فريق عمل، طبعا اشتغلنا مع بعض مع المعلمين بروح الفريق، كان ليس عملي وحدي وإنه كمان فريق كامل. فإحنا اشتغلت على صعوبات التعلم على طلبة ذوي الإعاقة، أمنت لهم جميع، يعني كان عندي قصص نجاح كثيرة بالنسبة لطلاب ذوي الإعاقة لو حقهم في التعليم، وبناء عليه اشتغلنا من جميع على التعليم على جميع المراحل. الحمد لله نلنا المركز الأول ومبسوطين كثير بهذه الجائزة، وبشكر الكادر الإداري والكادر التعليمي عندي بالروضة. الحمد لله وصلنا لهذه بالنتيجة بالعمل، وآمنت بنفسي وقدراتي وبدعم مديريتي أولا ومديرتي وزميلاتي، والحمد لله بنشكر جلالة الملكة رانيا على هذا التكريم. ومن هون أنا بحفز جميع المعلمين على المشاركة في هاي الجائزة لما لها من أثر طيب في زيادة خبرتنا المهنية كمعلمين. هذه الجائزة التي فتحت آفاق كبيرة أمام المعلم مستقبلا بإذن الله، ولن توقفني هذه الجائزة عن التميز، وإنما هي تزيدني إصرارا على التميز بإذن الله. عمر المعلم وفي تبجيلك كان المعلم نعلو بأثركم نسمو بكم، نحن هنا من أجلكم، نحن هنا من أجلكم، بالأمل بالجهد والعمل نجتاز الصعاب، يوجد حلم خلف الباب يحتاج قلما وكتاب لعالم أجمل، نبني جيلا بعد جيل بالعلم لا شيء مستحيل، نحن من يصنع فرقا نزرع خيرا في الطرق، فوقا ينجي من الغرق وحلمنا عالي الأفق، نحن من يعطي فكرة ونسعى دوما للنجاح،
نتحدث